تأكد أن شعيرة مآتم الحسين لها آثارها الواقعية على مختلف الأجيال، ودوراً مهماً في تمسك المسلمين بالخط المناهض للإلحاد والتكفير وضد الميوعة والفساد. في ظل التضييق الإعلامي وتغييبها عن المناهج الدراسية، تبرز أهمية الحسينية في تربية الأجيال عقائدياً وفقهياً وأخلاقياً على هدي مدرسة أهل البيت عليهم السلام. كان للحسين عليه السلام دوراً مهماً في شحذ همم المفكرين والمجاهدين، وكانت صرخة الإمام الحسين هيهات منا الذلة شعاراً للصامدين في وجه الظالمين، مما يظهر بوضوح أن قضية الحسين ليست قصة تاريخية قتل فيها إنسان عظيم فحسب، وليست مشكلة طائفية كما يحاول أن يروج لها البعض، بل لندع الحسين يلخص قضيته بقوله: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا من فضول الحطام، ولكن لنري المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وأحكامك.